وللحديث عن الميثاق الوطني العراقي انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية الأمين العام لمجلس عشائر الجنوب الشيخ أحمد الغانم. نبدأ مع الشيخ أحمد الغانم. شيخ أحمد، السلام عليكم. كيف تلقيتم في مجلس عشائر العربية عشائر العراق العربية في الجنوب هذه الوثيقة؟ حياك الله أخوي، وأنا وسهلاً وبارك فيك. الحقيقة نحن في مجلس عشائر العراق العربية في الجنوب كانت لنا مشاركة فاعلة ضمن القوى الوطنية في صياغة وثيقة الميثاق الوطني العراقي، وحقيقة إيمانا منا بأن هذه الوثيقة سوف نساهم مع هذه القوى المنضوية تحت الميثاق الوطني في انتزاع حقوق العراق ونيل السيادة الكاملة وإنجاز مراحل التحرير الكامل والشامل. فإن رؤية واضحة عن الميثاق، لأن الميثاق الوطني ينطلق من رؤية وطنية ثابتة واضحة تستند إلى مبدأ المواطنة ولا نهج عميق وراسخ في تحديد مواقفه وسياساته النابعة على الحرص التام على مصالح الشعب والوطن. ولهذا كنا مشاركين وفاعلين في صياغة وثيقة الميثاق الوطني العراقي، فهذا هو الميثاق الذي رأيناه من خلال المشاورات التي كانت تجري بين القوى الوطنية المنضوية تحت الميثاق الوطني العراقي. ستبقى معنا شيخ أحمد الغانم. ننتقل لضيفنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ نظير الكندوري. إلى أي مدى تظن أن الميثاق الوطني العراقي يمثل خارطة طريق لإخراج العراق من واقعه المظلم؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة هذا الميثاق الذي جاء يعني عقد عبر لقاء قبل أيام، ربما يعني نستطيع أن نقول عليه هو خارطة تؤطر العمل السياسي المناهض للعملية السياسية الجارية الآن في العراق. لربما يعني كثير من يعني الناس المخلصين السياسيين العراقيين قد حاولوا محاولات عديدة كما رأينا في الأشهر السابقة بتنظيم مؤتمرات تدعو إلى إيجاد بدائل أو بمسمى حكومات مؤقتة بديلة عن العمل السياسي الحالي الموجود في العراق، ولكن قلنا في حينها إن هذه المبادرات لم تكن من النضج الكافي لكي تكون هناك بديل عن هذه العملية السياسية العوجاء والتي جاء بها الاحتلال إلى العراق، ونرى الآن المآسي التي يعيشها البلد في ظل هذه العملية السياسية. لكن هذا الميثاق الذي رأينا وقرأنا بنوده ربما لم يأتي بشيء جديد، إنما هو ركز أو يعني ثبت حقائق ويعني ركائز يتفق عليها كل العراقيين، فهو ركز على أهمية أن يكون هناك دستور غير ملغم كالدستور الحالي، أهمية الحفاظ على وحدة العراق، أهمية أن يكون هناك نظام سلم يعني نظام سياسي التداول فيه سلمي، وكثير من البنود التي تتفق فيها أيضا حتى كل الدول التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها. لذلك هذا المشروع هو أكثر نضج وربما سيكون جامع لكل من يعني يقف بالصف المعارض للعملية السياسية الجارية في العراق، ولربما سيكون نقطة انطلاق لها لتأطير عملهم. فهو يعني هذا الميثاق لم يحدد جهة من لون واحد ولم يحدد يعني قومية أو تيار سياسي، إنما كان جامع. طيب لكل طيب أستاذ نظير، سأخذ منك هذه العبارة وأنتقل إلى الشيخ أحمد الغانم. كما ذكرتم شيخ أن الميثاق هو اسم جامع لكل أبنائه وأيضا على اختلاف مذاهبهم وأديانهم. أستاذ نظير الكندوري تحدث عن الميثاق الوطني هو يعبر للتوجهات الدينية وحتى المذهبية وحتى القومية، لكن تعتقد أنه الظرف يسمح لهذا الاصطفاف الجامع في هذا التوقيت تحديدا شيخ أحمد الغانم؟ نعم، الميثاق الوطني العراقي الحقيقة واضح المعالم واضح البنود ويشمل جميع أطياف المجتمع العراقي،
ويعتبر الميثاق الوطني هو المخلص للشعب العراقي من المأساة والمأساة التي يعيشها الآن. هناك ظروف صعبة وسيئة يمر بها العراق وما يعانيه شعبنا من تخلف وفساد وانتشار الميليشيات وفرق موت وعصابات القتل والجريمة وانعدام الخدمات الأساسية وتخريب وتفكيك المجتمع وبناء تحت هذه كل العوامل الحقيقة ساعدت على انبثاق الميثاق الوطني الذي يعتبر الآن خارطة طريق للعمل الوطني الجاد لكل القوى الوطنية التي هي خارج العملية السياسية. العملية السياسية الآن تمر في أزمة، هناك حراك شعبي قوي وخاصة في المحافظات الجنوبية، هناك رفض، لاحظنا هناك رفض كبير للانتخابات وخرجت الانتخابات بوجود يعني جماهير ضعيف جدا، ولهذه الأسباب اللي يعيش شعبنا الآن هي الآن تسمح لأن يكون الميثاق الوطني العراقي هو المخلص الوحيد للشعب العراقي، ولهذا الوقت الآن هو يسمح للميثاق أن يكون بين صفوف أبناء شعبنا العراقي، وأن يسمح أيضا أن يكون خريطة الطريق للعمل في المجتمع العراقي وهو المخلص لهذا المجتمع. بالعودة للكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، كيف تقرؤون توقيت إصدار هذا الميثاق والذي وقعته قوى وطنية مناهضة للعملية السياسية في ظل هذا الواقع السياسي والأمني والإنساني المتأزم في العراق؟ يعني أنا لا أعرف ما هو الوقت المناسب لمثل هكذا ميثاق، بل أنا أراه شخصيا ربما جاء متأخرا، يفترض كان قبل سنوات، لأن العملية السياسية الحالية التي تدور في البلاد وصلت مرحلة من المآسي والضغط على الشعب العراقي، بحيث أن الشعب العراقي أصبح وصل إلى مرحلة اليأس بأن ليس هناك بديل عن هذا النظام السياسي الفاسد. الجماهير تخرج إلى الشوارع وتتظاهر وتضحي بدمائها وبكل ما تملك من شيء لتغيير هذا النظام السياسي، ولكن ما هو البديل؟ كان يفترض على القوى السياسية العراقية المناهضة للاحتلال والمناهضة للهيمنة الإيرانية ولهذه العملية السياسية أن تبادر مبكراً لعقد ميثاق يضم كل الناس الوطنيين العراقيين للتخلص من هذا النظام السياسي وإيجاد البدائل. الآن المتظاهر عندما يخرج ويطالب يعني إسقاط النظام العراقي وإسقاط هذه العملية السياسية يجب أن يكون له بديل مخالف عن هذا النظام السياسي الفاسد، ويفترض أن هذا الميثاق ربما كيف يكون البديل؟ هل حكومة إنقاذ وطني على سبيل المثال للحصر؟ هذا هو الذي ستحدده يعني أقطاب الأحزاب السياسية المعارضة. هذا الميثاق ربما سيكون هو النقطة المحورية التي تجتمع عليها كل المعارضين السياسيين وكل الرافضين للاحتلال والهيمنة الإيرانية وهذا النظام السياسي، سوف يجتمعون ويخرجون ب مواقف جديدة، لربما تكون يعني جبهة معارضة أو حكومة مؤقتة أو بأي شكل من الأشكال، يجب أن يكون بديل ناضج وحقيقي لهذا الذي يدور في العراق، وربما هذا يفترض بهم أن يكون لهم تواصل مع دول العالم الحر للطلب والإسناد منها لتخليص الشعب العراقي من الحالة المأساوية التي يعيشها. حقيقة وصل الوضع بالعراق إلى حالة ربما لا يستطيع الإنسان الفرد العراقي بمفرده أن يقوم على شيء أو يغير حالة بمفرده، يحتاج إلى عناصر وطنية تقود هذا التغيير، ويحتاج إلى مساندة دولية لمساعدته للتخلص من هذا الوضع المأساوي الذي نعيش فيه. وإلا يعني كما أحد البنود في هذا الميثاق كانت تؤكد على الوحدة الجغرافية للبلد، إن هذا المسيرة يعني السياسية التي تمضي بالعراق ربما ستفتت البلد على أساس قومي على أساس طائفي، وكلكم تعلمون كيف أن السفير الإيراني قبل أيام كان في مدينة سامراء لمحاولة
فصلها عن محافظة صلاح الدين على أساس طائفي وجعلها محافظة شيعية، وبذلك هو يحاول أن يعمم هذه التجربة ربما على البصرة وربما على محافظة بابل وربما على ديالة، وبالتالي يحاول تقسيم العراق تقسيم طائفي. نحن يعني إذا مضينا في هذه الحالة السياسية التي الآن في البلد إلى أين سنصل؟ هل نصل إلى دويلات صغيرة طائفية؟ هل نصل إلى ماذا؟ هل يريد أن يمحي مكونات أساسية من المجتمع العراقي؟ ربما إذا لم يتم معارضة هذا النهج سوف نصل إلى هذه الحالة. والآن هذه الحالة المأساوية، من كان يتخيل أن العراق سوف يصل إلى هذه الحالة؟ لقد وصلناها بسبب السكوت الدولي عن ما يحدث بالعراق، بسبب عدم نضوج المعارضة العراقية لإيجاد بدائل حقيقية لهذا النظام السياسي الفاسد. أستاذ نظير، في هذا السياق وبحديثكم عن هذه التحديات التي تقف أمام هذا الميثاق، نطرح السؤال للشيخ أحمد الغانم عن كيف ستترجم بنود هذا الميثاق على أرض الواقع في ظل هذه الانقسامات المتواجدة والتي أسست لها أطراف معينة في العراق من خلال تقسيم الشعب الواحد. الحقيقة أن الميثاق الوطني العراقي ليس وليد الصدفة بقدر ما هو ضرورة تاريخية واجتماعية وسياسية أفرزتها متطلبات الدفاع عن الوطن والشعب بمختلف أطيافه ومكوناته وقومياته. الحقيقة هذا الموضوع يؤكد أن الآن بغض النظر عن كل شيء أنه لابد أن نعمل أن تعمل جميع القوى الوطنية الآن المنضوية تحت الميثاق، تحت الميثاق أو لحد الآن لم تنضوي، أن تنظر إلى الميثاق وإلى بنود الميثاق بأنها لابد أن تترجم الآن على الأرض، لابد أن تترجم هذه البنود على في الواقع. ولهذا لا يجب أن تتوحد جميع القوى الوطنية، جميع القوى الوطنية العراقية المناهضة للعملية السياسية، المناهضة للاحتلال الأمريكي، المناهضة للتواجد الإيراني الخطير. ولهذا يجب أن تتوحد. نعم هناك تحدي زيادة، هناك إضافة على البنود، هناك اتفاق مشاورات لتحسين بعض الأمور، بس يجب أن تتوحد هذه القوى الوطنية لتوفيت الفرصة على كل من يحاول أن يضعف من هذه المبادرة أو من هذه الوثيقة التي طرحت قبل 3 أيام. فلهذا أقول يعني وأطلب من جميع القوى الوطنية أن لا تفكر الآن بحل آخر غير الحل اللي الآن انطرح. ولهذا من خلال هذه البنود التي أقرتها الوثيقة يجب العمل عليها لتخليص شعبنا من المزق الذي هو يعيشه الآن. طيب شيخ، الميثاق دعا إلى العمل على إزالة آثار الاحتلال وتعويض الشعب العراقي عما لاحقه من أذى، كيف سيكون هذا التعويض؟ هذا لابد، لأنه الحقيقة الكل يعلم أنه احتلال العراق احتلال باطل، وكل ما جرى في العراق هو باطل وليس والأسباب التي ادعت أمريكا باحتلال العراق باطلة وغير موجودة. ولهذا يجب على المعتدي أن يعوض الشعب العراقي، لازم يعوض الشعب العراقي، لأن الاحتلال الأمريكي جاء للعراق بدون أو تخويل دولي وبدون أسباب تؤدي إلى احتلال، أدت إلى احتلال العراق وتدمير الشعب وتدمير البنية التحتية للعراق وتدمير بلد بالكامل. هناك أضرار أصابت الشعب العراقي، وهناك حقوق مغتصبة من الشعب العراقي، اغتصبها الاحتلال واغتصبها التدخل الإيراني ومن جاء مع الاحتلال. كل الذين شاركوا بالاحتلال وبالعملية السياسية الآن هم مطالبين بتعويض الشعب العراقي عن الأضرار التي أصابته من جراء الاحتلال. ولهذا يجب أن يعوض من خلال محاكم دولية تعمل على محاكمة هؤلاء الذين تسببوا في احتلال العراق وتدمير الشعب العراقي. وهناك وثائق تثبت الأضرار التي أصابت العراق وشعب العراق. سيد نظير الكندوري، حمل الميثاق مسؤولية الكوارث
التي مرت على العراق للعملية السياسية وحكوماتها، كما دعا أيضا إلى إقامة نظام وطني بديل. ما مدى وجود أرضية لتجسيد هذه البنود عمليا؟ يعني تحميل العملية السياسية المآسي التي يعيشها العراق، كونها هي جزء أو من مخرجات الاحتلال، سواء كان بوجهه الأمريكي أو بوجهه الإيراني، وهم يعني لربما في بداية الاحتلال كثير من بعض السياسيين دخلوا للعملية السياسية بحجة الحفاظ على المكون أو الحفاظ على أن لا تحدث الفوضى، لربما كان لبعضهم هذه الأهداف، لكن بعد أن تبينت حقيقة ما يريده الاحتلال وحقيقة من شارك في العملية السياسية من تحطيم لهذا البلد، من يعني تدمير للثقافة، تدمير للمنظومة العلمية، تدمير لكل ما هو يمت صلة للتطور البلد، يعني ثبت للجميع بأن هذه العملية السياسية هي مقصودة في تخريب هذا البلد، بل هي قاصدة أن يكون هذا البلد بلد متخلف، بلد ضعيف، بلد مستباح من قبل يعني كل أجندات الدول سواء العالمية أو الإقليمية، وبالتالي هذا يعني يجعلهم مشتركين في الجريمة التي تحدث في العراق. ومن هذا أن يعني أنا أجد أن توثيق كل هذه الجرائم التي قام بها الاحتلال بوجهيه الأمريكي والإيراني، والجرائم التي قام به النظام السياسي بضمنها ميليشياته، ستكون يعني هناك يجب أن تكون ملاحقات قانونية لهم، سواء منذ الآن أو بعد استبدال هذا النظام بنظام وطني، ويجب أن يكون هناك يعني محاسبة لهم وعدم الفرار. لكن أيضا هناك من بعض السياسيين العراقيين من هو معترض على ما يحدث في العراق، ولكنه لم تتبلور له يعني رؤية للبديل الجديد. أنا أدعو هؤلاء السياسيين لتوحيد جهودهم وتوحيد صفهم في حول هذا الميثاق، وجعل نقطة انطلاق لعمل سياسي جاد لأجل هذا البلد. ويحزنني يعني قبل يومين أرى تعليق لأحد من يسمي نفسه مثقف، يقول بنود هذا الميثاق هي بنود خيالية، والذين وقعوا هذا الميثاق لا يميزون بين الممكن والمستحيل. ولا أرى هو ماذا يقصد. هذه البنود هي بنود يتفق عليها جميع العراقيين، بسيطهم ومثقفهم، متعلمهم وجاهلهم، يعني لا يوجد فيها شيء جديد غير قابل للفهم. نعم يعني لكن أنا أقول يعني كل الأحلام التي ممكن نحلمها ربما ستكون هي حقائق الغد، وحتى حقائق التي ربما نعيشها الآن هي كانت أحلام لسابقين. فأنا أقول هذه البنود هي ليست من الخيال، وهي ستكون واقع حال لو أن السياسيين العراقيين التفوا حول هذه البذرة الوليدة وأعطوها من جهدهم وانطلقوا في تحقيق ما يصبو له الشعب العراقي. عبر الأقمار الصناعية الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري، وكان معنا عبر الهاتف أيضا من إسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر الجنوب الشيخ أحمد الغانم. شكرا جزيلا لكما.